صباح الخير مشاهدي قناة السومرية، صباح الخير مشاهدي برنامج مورنينج لايف. أتمنى إن شاء الله يكون يومكم جميل ومليء بالصحة والعافية والرزق إن شاء الله. أكيد اليوم راح نتناول أهم المواضيع اللي تساعدنا بحياتنا اليومية، مثل ما تعودنا ببرنامج مورنينج لايف اللي يحتوي على كل السبل والطرق اللي نقدر نشوف المشاكل حياتنا اليومية وكيف نعالجها وكيف يكون يومنا إذا عندنا مشكلة ونستفسر أو يعني مشكلة في حياتنا العامة والشخصية، نقدر نجد الحلول في المشاكل الاجتماعية من خلال الضيوف اللي عندهم الخبرة والمساحة الكافية لنعرفهم. خلينا ناخذ أهم المواضيع لهذا اليوم. طبعا الجامعة وأثرها في المجتمع بين الحاضر والماضي، مع الضيف عدنان السامرائي باحث اجتماعي، ومع مسؤولية المثقف في بناء الدولة، مع الضيف حسين الطائي أكاديمي وناشط، وما هي أسباب اختفاء الأرث الموصلي، مع الضيف جاسم حيدر رئيس جمعية أحياء التراث الموصلي، ومع غفران النجار مصممة ديكورات، ومع أخيرا الشاعر غسان عادل. خلينا نعرف اليوم، نعرف كلمتنا الأرث الموصلي من أهم الحضارات اللي موجودة، ومن أهم الموصل المعروفة جدا في أثرها وفي الحضارات وفي كل الأشياء الجميلة الموجودة. كثير أنه من الأرث الموصلي اختفى ورحل بسبب عدم يعني تسليط الضوء عليها وإهمالها من قبل الجهات المعنية. والأرث الموصلي جميل في واجهة البلد وفي الحضارات. راح ناخذ هذه الأمور كلها مع الضيف جاسم حيدر رئيس جمعية أحياء التراث الموصلي، وكيف شلون نحافظ على حضاراتنا. حضاراتنا هي الأساس لكل بلد إلى حضارة، وإحنا الأرث الموصلي معروف عندنا كيف أنه نحافظ عليه، كيف نسلط الضوء عليه، وكيف نواجه بعض الأمور ونخليها. بعض الحضارات ده تختفي وبسبب أنه الحضارات ما تسلط الضوء عليها، فأكو مهرجانات وأكو كثير من الأشياء ده تعيد أحياء هذا الأرث الموصلي. أكيد خلينا نستقبل ويانا الأستاذ جاسم حيدر رئيس جمعية أحياء التراث الموصلي، ونقول له كل الهلا، نورت برنامج مورنينج لايف ويا هلا. السلام عليكم. يا هلا وعليكم السلام. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. الله يخليك. مليحة؟ يا رب تكون بخير. الله. مليحة؟ مليحة وايد. ما يقولون وايد لو هيك أنا غلطت فيها مو؟ يلا. شلونك إن شاء الله؟ والله الحمد لله، أخبارك إن شاء الله زين. الموصل من أكثر المحافظات اللي عزيزة على قلوبنا وكل محافظات العراق جميعاً طبعاً. الموصل معروفة بأرثها والتاريخ، بعض الأحيان نشوف إنه بدأ الأرث هذا يختفي. نعم. وبالأكثر ما تسلط الضوء عليه. ومن خلال انه اكو ناس تعيد احياء المهرجانات وغيرها. صح. من هذه الامور تعيد احياء الموصل عامه. شفنا انه الموصل رجعت لاحيائها وشي. نعم. يسعد ويفرح بعد النكبه اللي حصلت عليها. نعم. طيب شلون نقول انه خلي رحب بكم. مرحبا. هاي اكيد. انا وسهلا بيك ست بسم. الله يسلمك. وكادر برنامجك وقناه السومريه العائليه اللي قناه لها مشاهدات في مدينه الموصل وكل العراق صراحه. وأنا من أشد المعجبين بهالقناة، يعني بداية كان يعني نزوحنا الموصل، يعني كنت في. نعم. عدة برامج كان يستضيفوني، فتحيات أهل الموصل، كل أهالي الموصل داخل الموصل خارج الموصل، إلى قناة السومنة على كل العراقيين. شكرا لك. شكرا لك. أكيد. طيب خلينا نعرف شلون وين اختفى هذا الأرث الموصلي العريق جدا، كيف هسه مدى تواكب، إلى أين اختفى هذا الأرث الموصلي؟ هو اختفت بوقت دخول داعش لعين الموصل، يعني سرقت كل تراث الموصل، آثار الموصل، انسرقت سرقات يعني. نعم. وبس الحمد لله رجعت هسه الموصل، يعني من خلال بعض الشخصيات اللي محبة، خاصة إعادة التراث، خاصة. نعم. التحفيات، يعني بصراحة. نعم. أيضا يعني شاهد احنا أيضا موجود في الموصل هسه رجعت الأعمار. نعم. يعني أكيد يعني بقيادة الأستاذ نجم الجبوري محافظ نينوى، وهذا اللي اعتبره شخصية موصلية، شخصية عراقية اللي دعم لهذا المدينة بصراحة، شوفه ليل نهار يعني يساعد، يحب يرجع الموصل، وإن شاء الله الموصل رجعت بجهود كل الناس الخيرين الطيبين. آمين يا رب العالمين. طبعا أكيد نتمنى لها أكيد وشامخة وقوية إن شاء الله الموصل. طيب شو نقدر نرجع الأرث في أحياء الموصل؟ ستس احنا حاليا يعني هناك بعض المنظمات والجمعيات وبعض المحبين لتراث الموصل، يعني بصراحه انا شاهدت يعني من خلال
زيارتي للموصل، ودائما يعني من خلال يعني رغم يعني بين الموصل وبين بغداد، بس انا شاهدت يعني في الفتره الاخيره هناك كان مهرجانات اللي نظمتها يعني تراث الموصل، خاصه هناك شخصيات مثل اخ صقر ال زكريا صديقنا اليوم، طبعا عدنان اليوم ان شاء الله صديق ضيفكم صديق من الموصل، ايضا اخ زكريا المولى ايضا من المحبين، واخ اخ فخري الجوال، وهناك بصراحه اسماء ايضا في قضاء الحمدانيه الست هيفاء، وايضا في القوش. يعني بصراحه انا من خلال كم رئيس جمعيه احياء التراث الموصلي شهدت هناك كثير من محبين هم اهالي الموصل، هم دي يجمعون التحفيات. يعني هناك بعض الشخصيات يقول لك من جيبنا الخاص احنا نبحث في مناطق الموصل داخل الموصل حتى في المحافظات حتى نرجع التراث والتحفيات والارث الموصلي. فعلا صح. طيب شلون نقدر انه احنا بحياتنا كل محافظه لها ارثها ولها ثقافتها، فشلون نقدر نحافظ على الارث الموصلي؟ وهي شوف ثقافه الموصل يعني ثقافه متغيره بباقي المحافظات، يعني حتى باللهجه حتى بالتراث بالازياء، يعني حتى الموصل مدينه تتاخي يعني بها عده مكونات، اقليات الشعب العراقي بها اخوان الايزيديه المسيحيين الشبك الكاكائية الأمرية والتركمان، يعني بها عدة طوائف وعدة مكونات، يعني كل مكون إلى التراث الخاص. يعني من تروحين ناحية بعشيق شوف أخوان الزيدية أزياءهم ملابسهم حتى غنائهم، تروحين على الحمدانية قراقوش بغداد تشوفين غيرها مواضيع، وتجين على تلكيف غيرها، تروحين على تلعفة غير موضوع، تجين على قضاء الموصل تروحين على تل عبطة تروحين، يعني موصل مدينة تاريخية فنية في الأرض في 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 يعني في الغناء أو في الأزياء، قلت لك كل منطقة بيزي كل منطقة حتى بالأكلات. يعني أنت من تروحين الموصل يعني تتعجبين تشوفين أكلات، يعني تشوفين أكلات الباشا القلية الدولمة الكبة، يعني كل شيء بالموصل بصراحة جميل. تحياتنا لها أكيد. طب إذا كانت اليوم الموصل من غير أرث ومن غير تاريخ، كيف راح تكون الموصل؟ الموصل مستحيل يكون بلا يعني المواضيع اللي ذكرتها، الموصل تبقى موصل يعني كانت يعني بالعراق ثلاث ولايات، الموصل وبصرة وممكن كوفة وبغداد، يعني هذول المحافظات. فمدينة الموصل قلت لك مدينة تاريخية، يعني حتى بدا المسرح من الموصل، بدا الموسيقى من الموصل، من عثمان الموصلي هذا الموسيقار الكبير اللي هو مؤسسين الاغنيه العربيه مو بس العراقيه. يعني الموصل بها زها حديد، الموصل بها منير بشير، الموصل بها حتى كاظم سالم الموصل ولاده الموصل، وبها موصل خالد محمد علي عازب الكمان الاول، وبها اسماء لامعه معهد الجبوري الشاعر الكبير نجمان ياسين، صراحة يعني أسماء يعني كثيرة ومهمة جدا. وأيضا الخطاط الكبير الله يرحمه ذنون، الأستاذ القدير يوسف ذنون، أسماء كبيرة بصراحة. طيب مثلا نعرف أنت عازف وأيضا أنا عازف عود ومطرب ملحن، أكيد نقدر نسمع شيء. والله أنا بدي أجيب العود بس مع الأسف ما صار. لو جايبة يلا إن شاء الله التخير وبركة. يلا أنا يلا خلينا نسمع شيء من الأرث الموصلي أو شيء أنت عارفه. يلا وأكو أغاني مصطاوية معروفة يعني بصراحة، يعني أغاني شفت مقطع من الأغاني، أريد يعني بصراحة أغاني يعني حديثة، بس راح نرجع الأغاني العراقية الموصلية القديمة. هي موصل دائما اغاني بفرحه ويعني بيها سرور، فالاغنيه اللي دائما معروفه في مدينه الموصل تعتبر سلام الجمهور، يعني بصراحه كم يردلي او تحبون الله سلام، ما خليش غير اغنيه زعلانه ليه زعلانه بيت عمي ليه زعلانه، زعلانه ليه زعلانه وبيت عمي ليه زعلانه، وانتي حبيتي غيري والله انتي غلطانه، انت حبيتي غيري والله انت غلطانه، زعلانه حبيتوكي وبقلبي حطيتوكي، زعلانه حبيتوكي وبقلبي حطيتوكي، وبعثوا يخطبوكي قالوا انت رضيانه، وبعثوا يخطبوكي قالوا انت رضيانه، زعلانه ليه زعلانه بيت عمي ليه زعلانه، انتي حبيتي غيري والله انتي غلطانه،
انت حبيتي غيري والله انت غلطانة. تعالي للحديقة نتمشى كم دقيقة، تعالي للحديقة نتمشى كم دقيقة، وعلى حس الموسيقى نمشي انتي وانا، وعلى حس الموسيقى نمشي وانتي وانا، زعلانة ليه زعلانة. الله ما شاء الله على هذا الصوت الصراحة، يعني ليش اختفت هذه الأغاني يعني؟ والله هي مختفت، يعني سؤال جميل جدا، هي مختفت يعني بصراحة. احنا ذنب، انا اعتبره ذنب بعض الفنانين يعني بصراحة من الموصل، انا دائما اعاتبهم كوني ايضا انا نائب رئيس الشعبة الموسيقية في نقابة الفنانين العراقيين. يعني انا دائما بصراحة انا عندي عدة اغاني موصلية ان شاء الله، يعني باللهجة الموصلية راح اسجلها واصورها ان شاء الله. احنا اليوم نحتاج من كل الفنانين، يعني احنا في مدينة الموصل يغنون لهجتهم، يغنون تراثهم، لان هذا التراث مثل قبل لحظات قلت لي لولا تراث الموصلي يعني يندثر او ينسي. احنا اليوم فعلا شبابنا يعني مو بس يغنون اغاني عراقيه فلا، لا يغنون اغاني مصطاويه. انا ثاني انا اقدر اغني اغاني اطوار ريفيه، اغاني جنوبيه، اغاني تقول مستحيل هذا من الموصل. احنا دائما فنانين الموصل يغنون اغاني جنوبيه يتميزون طبعا اكيد، يعني بس احنا اضافه لاغاني الجنوبيه اغاني ريفيه يغنون اغاني مصطاويه حتى نوصل الأغنية الموصلية لأبعد منطقة أو أبعد. يعني قبل فترة يعني من خلال سفراتي إلى لبنان يعني غنيتهم أغاني موصلية، يعني شنو قلت لهجة موصلية. تعرفين الموصل قريب على الحلب أيضا، يعني قريب نفس العادات والتقاليد. فمن كنت في لبنان يعني كان عدة دعوات يعني من خلال جامعة جنان، يعني كان دعوتين أيضا. تحياتنا إلى رئيس الأمناء جامعة الجنان الأستاذ سان فتحي يكن لهذه الشخصية اللي يعني دعم لي دائما من خلال مهرجانات. وأيضا تحياتنا إلى كل من يقف إلى مدينة الموصل. احنا إن شاء الله هناك قريب جدا راح يكون جمعية تحيات التراث، فرقة التراث الموصلي راح يكون في مهرجان في بيروت إن شاء الله قريب جدا. راح تكون أيضا من رابطة الموسيقيين أو نقابة الموسيقيين في لبنان أيضا. تحياتنا رئيس النقابة يعني نقابة لبنان. اكيد من الجميل والله الصراحه، صوتك جدا جميل. الله يخليك، جايب العود غير موضوع بس صدق كان خلاص احنا ما اخذنا اسئله بس قاعد ما تسالين تغني لي شو اغني لك. لا ان شاء الله اكيد انه لقاء اخر. طيب شفنا بعض الاشخاص يحاولون انه يغيب هذا الارث وهذا التاريخ العريق جدا، وما يحبون انه ينذكر في المحافل العربيه والعالميه. والله ستي العزيزه احنا اليوم قلت لك احنا بعد عوده الموصل بعد انتصار قواتنا المسلحة قواتنا الأمنية على داعش بصراحة، يعني احنا كنا 2014 من غادرنا الموصل يعني كنا ما مصدقين نرجع الموصل بصراحة. يعني مرات كنت يعني كنت أحلم مرات أني بالحلم أنا أكون بالموصل. يعني غنيت أغنية أيضا يعني في فترة النزوح، يعني نسمعها هذه الأغنية. خلينا نحيي من خلال برنامج مورنينج لايف الأغاني الأرثية الموصلية يعني. سمعنا واحدة عليها. بيت العمر يا بيتنا بحب وفا ربيتنا، بيت العمر يا بيتنا بحب وفا ربيتنا، ودنا نشم ترابك ونقول لك احنا احبابك، ما بدلتنا الغربة وايام والله صعبة. بيت العمر بيت العمر يا بيتنا يا بيتنا، من شوقي لك كل ليلة اشوفك بالحلم، لما افز من نومتي القاك ابعد من نجم. يا بيتنا يا بيتنا يا يا بيتنا يا يا بيتنا. يا طويلة الأغنية ما شاء الله، ما تأثر هالأغنية من أغني أتأثر فيها، يلمس الجسم ويلمس المشاعر جدا. هالأغنية من أغني يعني أنا قلت لك بداية النزول 2014 من كان عائلتي وياها بصراحة، يعني كنت أغني أبكي. يعني ليش؟ صعب واحد يترك بيته يعني، ولو احنا راحت إن شاء الله راحت رجعت الموصل أفضل أساسا. الموصل بصراحة الإعمار الموصل جدا جميلة، يعني في غاباته أو في مناطقها، يعني قلت لك يعني قبل لحظات يعني المحافظ لينا نجم جبور يعني متأثر، يعني دائما نشوفه يحب يبدع في عمله مجال عمله. فاحنا نتمنى من كل اهالينا كل مسؤولين في محافظه نينوى اهتمام هذا مناطقهم الجميله،
الموصل مدينة الفن، مدينة تاريخ، أم الربيعين، الحدباء، عدة تسميات بيها. يعني من نشوف باشطابية، من نشوف شلالات، من نشوف الغابات، من نشوف باب الطوب، سرشخانة، المناطق الحلوة يعني بصراحة. فعلا. طيب بنشوف أنه حضارة الموصل، كثير عندنا محافظات في العراق كثيرة، لكن نشوف الموصل وحضارتها وتاريخها وأرثها، هذا أقل من باقي الحضارات والمحافظات في العراق، أو لو حتى نقول في الوطن العربي، لو هي أهم حضارة في العراق. لا، هي حضارة نينوى يعني من أقدم الحضارات يعني. نعم. يعني بعدها مدينة آشور يعني مدينة تاريخية، مدينة نمرود، مدينة. نعم. آشور، مدينة يعني فيها مناطق يعني تراثية قديمة يعني. يعني بصراحة يعني هناك أسماء جدا كبيرة يعني في هذا المدينة، مدينة أم الربعين الحدباء. فإحنا الموصل، أما نرجع مرة ثانية، الموصل مدينة ولادة في مجال الثقافة، مجال الفن، في مجال الرياضة. نسينا اللاعب حارس محمد ابن الموصل اللي لاعب منتخب الوطني، وهناك يعني عدة يعني بصراحة أسماء جدا جميلة. إحنا نتمنى أيضا هناك يكون اهتمام أيضا من وزارة الثقافة، مهرجان يكون داخل الموصل، أيضا مشاركة، أنا أهم شيء عندي مشاركة الموصل يشاركون في بغداد. يعني هناك مهرجانات من تصير وزارة الثقافة. نعم. يعني لازم أيضا الموصل يشارك ثقافته الفنية. يعني من خلال منبركم أتمنى وزارة الثقافة تسمع كلامنا، يكون مهرجان يعني مو شرط الجمعية تشارك، أكو منظمات، أكو فنانين حتى يشاركون داخل العراق، حتى نوصل أيضا تراث الموصلي إلى بغداد. أكيد نتمنى والله ترجع مهرجانات الموصل وينعاد هذا الإرث الحضاري اللي يكون واجهة لكل حضارات العراق، لأن نينوى هي مثل ما يقولوا قلب العراق. فإن شاء الله تنعاد هذه كليتها، ونشوف إبداع شبابنا صراحة في إحياء المهرجانات والتعب والجهد اللي يبذلونه في سبيل يظهرون الموصل بأبهى حلة. نحن إن شاء الله جمعيتنا، جمعية إحياء التراث الموصلي، إن شاء الله راح تكون أيام قادمة، راح يكون مفاجآت للجمهور في بغداد او في بعض الدول. يعني من خلال العلاقات اللي عندي يعني مثلا احب ان اوصل التراث الموصلي الى كل محافظاتنا. يعني احنا بالمستقبل ان شاء الله يكون ايضا حفله في البصره او في العماره حتى نوصل التراث، ازياء الموصلي. تعرفين انت مثل اول ما دخلت الاستديو انت قلت احنا الموصل بالنسبه لنا فرشي، فموصل عنده صراحه اهتمام كل محافظه، يحبون المحافظات، والموصل مدينه يعني ثقافية وفنية وكل شيء بيها بصراحة، مدنية بنفس الوقت. طيب احنا طمعانين بصوتك الجميل جدا وبالارث الموصلي، وكيف من خلال برنامج مورنينج لايف نريد نعيد هذه الاجواء، خلينا نستغلها، فنريد نسمع منك شيء حلو على الموصل او اي شيء يعجبك. يلا راح اغني كم اغاني مصلاوية. كم يردي لي يردي لي سمرة قتلتيني، خافي من رب السما وحدي لا تخليني، شرباتكم باردة وسطوحكم عالي، والله قتلني العطش يلا ارحموا بحالي. وكم يردي لي يردي لي سمرة قتلتيني، خافي من رب السما وحدي لا تخليني، دن على بون القطر لابو حركاته، أخذ محبوب القلب خلاني بحسراته، ويا سماق يا سماق أكلي دهيني وما تنضاق، يا سماق يا سماق أكلي دهيني وما تنضاق، طابخنا سماق بداع عزمنا كل الجماع، طابخنا سماق بداع عزمنا كل الجماعة، واشتغل طق الاصباع واشتغل طق الاصباع، والمعالق تشيق وتشاق، يا سماق يا سماق اكلي دهيني وما تنضق، حبون الله ولا تقولون، حبون الله ولا تقولون، سعاد وما ماتي تويو دلال، سعاد وما ماتي تويو دلال، حبون الله ولا تقولون، سعاد وما ماتي تويو دلال، سعاد وما ماتي تويو دلال. صح
حل صوتك يا صوت ما شاء الله ما شاء الله. انا اشكرك طبعا انت شو مهتم اليوم جدا. ايلي اليوم اصلا عندي مهرجان في الموصل مع صقر ان شاء الله راح ازور موصل ففرحانه لان اول مره بحياتي راح ازورها الصراحه. تحياتي صقر صديق عزيز عليه هو والده صديقي وصقر نعم. طيب. من المبدعين يعني بصراحه اللي يشتغل على التراث ان شاء الله. اكيد تحياتنا. فنشوف احنا هذه المفردات غابت هذه المفردات عن الساحه الموصليه وانتم كفنانين صراحه بصوره عامه يعني يوقع عليكم العاتق الاكبر لاحياء هذه اللهجه وهذه الامور لانها تغيب فالمسؤوليه الاكبر توقع عليكم. لا انا قلت من البدايه انا ست العزيز قلت من البدايه احنا نتحمل المسؤوليه اكيد مو انا حاسس انا واحد انا اتحمل اول رقم واحد انا اليوم احنا نحتاج بس هناك بصراحه هناك شعراء فنانين يكتبون يعني الاخ خالد الشيد دكتور خالد الشيد يكتب اغاني ويلحن اغاني وايضا الشاعر معن الحلو وهناك ايضا يعني بصراحه اكو شعراء ايضا يكتبون ويلحنون انا اصدقائي وايد ثلاث ارباع الفنانين مو كلهم اصدقائي يعني ما اريد اذكر اسماء لا يزعل الباقي بس اتمنى يغنون اغاني مصطاوية يعودون التراث الموصلي هناك شعراء خلي الشعراء يكتبون نلحن اغاني حتى نعيد الاغنيه امجاد الاغنيه الموصليه باذن الله. اكيد ان شاء الله يا رب. لصراحه الكلمات الموصليه عذبه جدا ومميزه جدا وهي تعبر عن الموصل بحد ذاته. واحنا قلت لك كل منطقه بلهجه ست العزيزه ناس متروحين قلت لك بعشيق اغاني بعشيقها مثلا عندهم اغاني ويلي ولي ولي وشمت عينيك دلالي ويلي ولي ولي محلى عينيك دلالي انا وهي التقينا خلف البيعه عروس هذا الاغاني العشقيه يعني كل منطقه باغنيه ما تروح برطل اغاني اخوان المسيحيين ما تروحين على سهنين اغاني شبكيه يعني هناك اغاني مثلا المطربين يغنون فتروحين من تلكي فتروحين من تلعفر تلاقين اغاني تركمانيه ما تروحين اغاني قضاء الموصل تلاقين اغاني تشوبي والاغاني المواويل والسويحلي. طيب شلون يمكن انه نعيد هذا الارث المميز اللي يعبر عن الموصل وتاريخه وباي طريقه؟ طيب نحتاج الى اموال او الى طرق أكيد اخرى أكيد. او الى اعمال او الى اعمار او الى اخره. احنا ست العزيزه يعني هناك يعني بعض المنظمات الدوليه يهتمون لان يعني انا اليوم يعني بصراحه من خلال قناتكم اليوم انا جمعيت حتى احياء التراث الموصلي احنا ما عندنا الامكانيه اللي اقدر اسوي مهرجان ضخم. يعني انا لازم اولا احتاج مبالغ من المال. نعم يعني انا اليوم منظمتي المجازه من مجلس الوزراء يعني ما مجلس الوزراء هاي منظمات مجازه يعني انا اليوم اريد دعم مثلا هناك بعض المصارف الاهليه او مصارف او مؤسسات الاهليه يدعمون. نعم فاحنا نريد اليوم يدعمون بعض المنظمات في مدينه الموصل حتى يكون مهرجانات بس احنا ايضا ما نعتمد على بس الدعم ننتظر بلكي الدعم ماكو بعد سنه سنتين فعلا. لا فانا بجهودي بعلاقاتي لازم اصر اكون اعمل مهرجان في مدينه الموصل او في بغداد. قلت لك ان شاء الله احنا يعني كان هناك مناسبات دينيه احنا انتهى المناسبات بس هسه بدا الحركات يعني انا اتمنى ايضا راح يكون قريب مهرجان في المتنبي جمعيه فرقه جمعيه التراث الموصلي راح اسوي امسيات في المتنبي وايضا اكيد راح يكون دعوه القناه السومريه ان شاء الله وجود قناه السومريه احنا قبل كان ايضا هناك جلسات في قناه السومريه فعلا انا اتذكر اصدقائي يعني اللي ظهروا بالقناه يعني فخري فاضل عامر يونس تحسين حداد محمد السالم كثير من المطربين ظهروا كانوا امسيه ليله موصليه في قناه السومريه اتمنى اعاده الليله من خلالكم ونجيب فنانين ونلتقي وياهم اكيد ان شاء الله يسعدنا هذا الشيء. طيب نشوف الموصل اليوم شامخة بعزها ونهضة كبيرة دائما الإنسان القوي والحضارات القوية مستحيل تسقط حتى إذا سقطت تنهض من جديد فشلون تشوف الموصل اليوم بوجهة نظرك؟ والله أنا أشوف الموصل أفضل من قبل هسه حاليا جيت تنطيها نسبة؟ يعني أنا نعطي 90 يعني باقي شيء قليل تنتهي الموصل أحسن محافظة عراقية يعني أنا بصراحة قلت لك يعني بين بغداد وبين الموصل بس من اروح انا مرات موصل غير موصل طبعا مدينتي هاي مدينه انا ولدت بيها انا شوفي ستي العزيزه انا اقدر يعني في بغداد يعني ما اقول انا مصلاوي بغداد بس ما اقدر يعني كل مكان اروح اي مكان اقول انا مصلاوي اعتز بمدينتي باسم مدينتي تاريخ مدينتي وفي كل مكان حتى دول من اسافر اقول انا اول شيء عراقي ثاني شيء مصلاوي واغني اغاني مصلاوي حتى اوصل اغنيه المصلاوي حتى اوصل تراث الموصل تاريخه لهجته يعني لهجه موصليه لهجه حلوه
يعني لهجة جميلة يعني بكلمات قريبة على اللغة العربية طبعا اللهجة. طيب. ومو كل واحد يعني مو كل واحد يقدر يغني أغنية المصطاوية، يعني أنت إذا جيبين فنانين من غير محافظة صعبة عليهم اللهجة. نعم. بس إحنا بالموصل نقدر نغني اللهجة الموصلية ونقدر نغني أغاني جنوبية. طيب مثل ما نعرف أنه أنت فنان شامل وما شاء الله عليك تحتوي كل صفات الفن الجميلة. بس اليوم شامل بلا عود. بلا عود ما يخالف، أنت العود إن شاء الله. طيب بالأخص نشوفك أنه أنت مسؤول شؤون الطفل. نعم. نشوف طفل. هذا أستاذ الطفل ستي العزيزة، كوني أنا أيضا يعني أعمل في وزارة التربية. نعم. اختاروني بيت الحكمة أو منصة بغداد مدينة الإبداع الثقافي اليونسكو، فاختارني الأستاذ دكتور صادق رحيمة، قال أنت تكون اختصاص، أنا اختصاص طفل طبعا بدايتي بنشاط المدرسي في الموصل وبغداد. بصراحة حتى هسه الأغنية الطفل يعني أنت خوش سؤال، هسه أغنية الطفل ما نشوفها، يعني كلنا نشوف أغاني خليجية وأغاني عربية. قبل كان الله يرحمه حسين قدوري، إلهام أحمد، بلقيس فالح أو فنانين هناك، كنا ننتظر نسرين جور تطلع سينما أطفال، كنا ننتظر شو وقت أغاني أطفال أو برامج أطفال، كان افتح يا سمسم أتذكر. يعني اليوم غابت هذه الأمور جميعا. إيه اليوم أنا بصراحة يعني أنا دائما بصراحة يعني تحياتي للشاعر الكبير يعني اللي دائما بصراحة يكتب لنا أغاني، أستاذ جليل الخزعل، يعني يكتب قصائد حلوه جميله مثلا، وهناك شعراء اغاني اطفال يكتبون، فاختاروني منصه، فكل شهر نختار يعني ضيف يكون يعني كاتب او قاص او فنان ممثل مشتغل اطفال، فانا من خلال انا ادير الجلسات، واضافه يتخلى العود اغاني اطفال اغني اغاني اطفال. شو تريد اغني شغله مع الطفل تريدين؟ والله يا ريت ان شاء الله، بس قبلها اريد اسالك سؤال، انه انت شنو قدمت للطفل وشلون انت يعني شوف حاليا الطفل الموصلي او عامه الطفل شنو؟ عامه نشاط الطفل. اكيد طبعا لان كلها اطفال العراق اكيد، شنو يحتاج حاليا الطفل وشنو يفقده الطفل في الوقت الحاضر؟ والله الطفل شوفي ستي العزيزه، احنا كنا قبل صغار بالابتدائي او كان اكو مراكز شباب. نعم. مراكز شباب انت من الطفل لمراكز شباب، مو بس نشوف كلب كوفيات وهذا، مراكز عادة مراكز شباب المنتديات الشبابية يعني من خلال وزارة الرياضة الشباب يعيدوه حتى الطفل ينتمي ويتعلم. نعم. يعني احنا من كنا صغار نروح نتعلم على الموسيقى، نتعلم على الرياضة، نتعلم على المسرح، يعني اتمنى عادة المنتديات هاي وحدة. وبصراحة ايضا يعني نتمنى ايضا هناك بعض المواهب الاطفال، يعني بعض مدراء المدارس نقول لهم مثلا انت من خلال تحيه العلم، يعني منو طالب عنده موهبه يغني يكتب شعر او يقرا شعر او يمثل حتى نشوف مواهبه، يعني بصراحه بالعراق اكو مواهب جدا مهمه ومميزه بصراحه. فانا ان شاء الله بصراحه يعني من خلال عملي في وزاره التربيه ومن خلال عملي في مدينه الابداع بغداد عاصمه الثقافه، فراح يكون من خلال استاذ صادق رحيمه راح يكون ان شاء الله بدايه العام الدراسي راح اسس فرق وفنيه جميله ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. طيب خلينا نسمع شيء من عندك جميل. شو تحبين تسمعين؟ على ذوقك، حاب شيء موصلي او اللي يعجبك. يلا ان شاء الله. راح اغني لك اغنيه قصيده للطفل، حتى الطفل أوكي. مهم جدا. واغني لك ايضا. بوس البابا وبوس الماما وبوس الموطنة، والكل طفل بهذا العالم يسعد نتمنى، نكتب كنا على الصبورة يا رب احفظنا المعمورة، وتغني ويانا العصفورة ونردد كنا، بوس البابا وبوس الماما وبوس الموطنة، والكل طفل بهذا العالم يسعد نتمنى. ها ما الطفل مو طويلة بس مقاطع. واغني شو اغنيه مصطاوية حتى ايضا بصراحه اكو اغاني هواي يعني موصلية. اكثر اغنيه تحبها وقريبه لقلبك؟ والله انا بصراحه اقول لك انا بصراحه بلا عود يعني مرات يصير عندي فرد حاله يعني لو ندري جايبي لك اي مو انا ليش مرات يعني من اغني ما الكلمات مرات تروح من بالي، بس العود وياي يساعدني. مو العود رفيق درب يعني من الثمانينات لحد الان. يعني يمكن هذا اول برنامج، يمكن اول برنامج ما ان شاء الله. نوعدك الايام القادمه ان شاء الله راح انت تزورنا انت والعود ان شاء الله.
فغنيكم اغنيه مصلاوية يعني من الاغاني المصلاوية اللي معروفه يعني يا دلال يا دلال يا مدللت قلبي يا دلال يا دلال والخاين دلال يا دلال شقد احبك دلال من هون البحزاني الله يخرب بيت ابوك ان كان تنساني دلال يا دلال يا دلال يا مدللت قلبي يا دلال يا دلال والخاين دلال يا دلال ويلي ولي ولي وشمت عينيك دلالي ويلي ولي ولي محلى عينيك دلالي ليلى عيني ليلى ليلى جننتيني من ترد عينيك وللموصل ودلتيني ليلى بتحبابة غالي على اصحابها ليلى بتحبابة غالي على اصحابها وليلى عيني ليلى من ترد عينيك للموصل وديتيني وللسومرية جبتيني. طبعا يعني صوتك للأمانة فعلا تراث موصلي أصيل فعلا وأكيد تحياتنا لكل ليلى بعد شو تريدون ليلى إيه. أنا غرت لي مو اسمي ليلى إيه. يلا المرة غني عليك مرة ثانية يلا إن شاء الله من هسه أنت راح تروحين الموصل أكيد مو إيه إن شاء الله بعد أنا راح أوصل سلام من عندي الموصل توصلي سلام إن شاء الله بعيوني أبل هم كلهم الموصل يعني كلهم أصدقائي يعني معروف أنا بالموصل الحمد لله الحمد لله من خلال البرامج اللي أيضا اللي قدمتها في عدة محطات يعني مو بس يعني موعد مقدم برامج أيضا بنفس الوقت جميل جدا بس احنا بصراحة الموصل تحتاج إلى إعلام قوي من كل الفضائيات العراقية لأن الموصل مدينة تاريخية يعني تحتاج إلى دعم كبير. نعم طيب شوفنا رسالة أخيرة أنه توجهها للموصل وللأشياء اللي نحاب رسالة أنه حاب تشوفها وتوجهها. والله هي رسالتي يعني أولا مو بس الموصل رسالتي نعم. لكل محافظات العراقية أتمنى كل محافظات يزورون الموصل وأنا بصراحة اليوم باسم الموصل أقول شكرا لكل المحافظات اللي ساندوا الموصل بتحرير الموصل ساندوا الموصل موقفهم بالنزوح كل محافظات جنوبية حتى أقليم كردستان اللي حضنوا أهل الموصل اللي كانوا هم بصراحة بيت دافي لكل أهالي الموصل يعني تعرفين 2014 كل الموصل نزحوا إلا القليل بقوا يعني بصراحة يعني بصراحة هناك محافظات كانوا يعني دعم مواقف شكرا كل المحافظات واتمنى من الموصل ايضا اهتمام بنظافه مدينتهم اكثر واكثر وايد وحده ويكونون يرجعون التراث اقوى بعد وان شاء الله ان شاء الله الموصل تكون من اجمل المحافظات العراقيه ان شاء الله وتكون ايضا مدينه الثقافه مدينه الفن يكون مهرجان نتمنى ايضا المطربين العراقيين مطربين عرب يزورون الموصل حتى يشوفون هاي مدينة تاريخ مدينة الأنبياء مدينة النبي يونس إن شاء الله إن شاء الله يا ربي الموصل عامرة بأهلها وناسها وبيكم وبالناس الخيرة اللي تقدم لكل محافظاتها ولكل محافظات العراق وللعراق بحد ذاته هذا حب وطني كبير أتمنى إن شاء الله يا رب يرجع العراق مثل الأول وترجع الموصل مثل الأول وأكثر وأحسن إن شاء الله نورتنا برنامج مورنينج لايف وإن شاء الله نلتقيك مع العود أكيد بجلسة مميزة إن شاء الله وقبل ما أقول يقول صح القطار صح القطار قوم انزلي كنا وصلنا حمام علي صح القطار صح القطار قوم انزلي كنا وصلنا السومرية ما شاء الله ما شاء الله شكرا والله يعني الصراحة هذه الأصوات تحتاج أنا يعني لازم أنت تسوي فيديو كليبات لازم لأن هذه يحتاج الإنسان ينظف نسمع تعرف بالأوان الأخيرة حيل اختلفت المذاق السمعية والجمال الآخر كلش فرحانين بصوتك بالعكس أنا أشكرك لابتسامتك وحبك الموصل بصراحة يعني فخر إلي أنا عدة لقاءات أنا صار يمكن أكثر من 35 سنة في مجال الفن يعني شفتش انت تحبين الموصل هوايه واهتمامك انا الصراحه من اخذت اللقب مسعراق شفت اهل الموصل ترحيب كبير جدا بي وخصوصا من كل محافظات شوف اي واحد ما يزور الموصل ما يعرف الموصل فعلا. يعني ما يعني ما يحتاج يسمع يقول لك موصل كذا كذا يروح يزور الموصل يشوف الكرم الموصل ان شاء الله ومن يزور اي ضيف يزور الموصل يشوفين الكرم الموصل يشوف حب الموصل
اللي يزوره اللي يكون ضيف في المدينة. صح فعلا، ان شاء الله اليوم راح نزوره وانا متاكده راح الاقي اكثر من هذا الحب ان شاء الله. ان شاء الله نورتنا برنامج مورنينج لايف، كل الهلا بك من الموصل لبغداد. شكرا ستي العزيزه، وتحياتي لكادركم ولبرنامجكم قناه السومريه، وان شاء الله ان شاء الله قريبا يكون العود وياي وسماكم. لازم ضروري جدا ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. ان شاء الله. شكرا. ان شاء الله نورت برنامج اكيد مع بعد هذا الجمال والمقدمه الجميله للموصل محافظاتنا العزيزه. خلينا نروح مع غفران محمد مصممة ديكورات، خلينا نتعرف على احدث الديكورات الموجوده والطرق الجميله في الديكورات وكيفيه الحديثه والقديمه. خلينا نستقبل غفران احمد. يا هلا ومية هلا. اهلا وسهلا. شلونك؟ يا رب تكونين زينه مستريحه ان شاء الله. زينه حبيبتي. كل الهلا بيك حبيبي. شفنا الديكورات حاليا جدا واسعه، واختلفت الديكورات بحسب كل شخص وذوقه، وشفنا الحداثه كل سنه او كل اشهر تضيف ميزه للديكورات، يكون تغير عن سابق. قبل تدرين قبل كان اكو ياخذ طابع قديم وهو يكون ستاندر، ما يكون اكو تغيير كثير بالديكور او يكون ديكور العفو جريء. حاليا دا يكون اختلاف كثير بالديكورات، دا يطي الطابع الاوروبي الحديث العثماني، كثير من الديكورات دا تتغير في الطوابع عنده، فكل شخص الى دا يميل الى شخصيته وكيفيه ابراز الديكور حسب شخصيته. طيب خلينا نعرف الجمهور بالبدايه على حضرتك اكثر وتعرفينا عن نفسك. حبيبي انا غفران احمد، خريجه هندسه اتصالات، اشتغل بالخشب والايبوكسي. نعم. صار لي تقريبا 5 سنوات من بلشت، و بس سنتين من اعلنت عن الموضوع وصار عندي زبائن. نعم. عمري 27. ان شاء الله العمر كله. حبيبي. طيب شلون جتك الفكره بعمل اشكال من الخشب؟ هل هي تعتمد على الموهبه ام هي يعني بالتدريب والمهنه واكثر انت تقدرين تداولين هذه الامور؟ صراحه هي اكيد موهبه فطريه موجوده، بس بالتدريب يراد لها تدريب كلش قوي. نعم. لانه الماده خطره وكيميائية، فمو أي شخص يقدر يستخدمها ويصنع منها هواي أشكال، فأكثر شيء يعني تدريب أكثر شيء. طيب إنه نقدر بعض الأشخاص يقولون أنا حتى إذا ما عندي موهبة أقدر بالدراسة والتقوية إنه أنمي هذه الموهبة وأجعلها موهبة جيدة وأقدر إنه أقوم بها، هل برأيك إنه الدراسة تفيد وتقوي المواهب علميا؟ أكيد أكيد، لأنه مثلا كشغلي يحتاج لقياسات خاصة، أوزان خاصة، نسب خاصة، فلازم يدرسها قبل ما يبلش بهيجي شغل. فالدراسة كلش تكون مهمة بهيجي أعمال، حتى أغلب الأعمال اليدوية. طيب ذكرتي بعض اكو مواد انه انت مو اي شخص يقدر يستعملها، وكيف قدرتي انه تستعملين هذا الامر؟ ممكن تعرفينا اكثر عليها؟ شلون قدرتي تنمين موهبتك؟ شلون يعني قدرتي انه تواكبين هذه الموهبه وبدايتها شلون كانت بداياتك؟ صراحه انا اول ما بديت كنت اشوف مقاطع على اليوتيوب الناس باوروبا يشتغلوا، فكلش كنت يعني مبهور. كنت استوني متخرجة من الجامعة يعني قبل 5 سنوات 6 سنوات. نعم. تقريبا، فكنت مبهورة بهاي المادة، ودورت كلش هواية عليها ما لقيتها، بس آخر شي لقيتها عند شخص بالمتنبي. بلشت بقطع صغار كلش، ردت أشوف شنو هاي المادة الكيميائية لأنه مو سهلة صراحة، وقلت لك هي خطرة أصلا على الصحة. نعم. فشفت أنه أكو تطور بشغلي، شفت انه اكو قطع مميزه دا اطلعها، بس فتحت البيج وكنت بالبدايه بس اكسسوارات ودومينو طاولي هيك امور العاب، بس ردت اطور شغلي اكثر دخلت الخشب وياه وانطى جمال كلش مو طبيعي. ما شاء الله ما شاء الله. اكيد ان شاء الله نشوف هذه المواهب محتاجه انه تظهر على الساحه، محتاجه انه يتعرف عليها الاشخاص اكثر الصراحه. طيب منو اللي ساند غفران واللي وقف بجانبها ودعمها وكان لها مثل ما يقولون الداعم الاساسي؟ كنا نعرف بدايات الشخص ما تكون سهله، لكن يحتاج الى عمل ودرايه اكثر حتى يكون متمكن من حاله. منو اليوم ساند غفران وكان لها الايد الداعمه والكلمه الطيبه؟ صراحة أهلي وزوجي كلش تحياتنا لهم أكيد. الله يخليك.
كلش دعموني معنويا وماديا همين. والأكثرية هم متابعيني كلش هواية ساندوني، وأنا أشكرهم كلش يعني من هاي المنصة حابة كلش أشكرهم، لأنه دعموني حتى على أتفه القطع اللي أنزلها كل شيء دعموني، يعطوني حافز حتى أشتغل أكثر وأطور نفسي أكثر، يدزوا لي نماذج حتى أشتغلها وأنمي موهبتي بيها. صراحة أنا أعرف إنه الفانز يكون جزء من العائلة لأن أنا لامسة هذا الشيء فعلاً. وأنا حتى يعني ما أنطيت صفحتي لشخص مثلاً يلزمها أو شيء رغم اللود على مود أكون قريبة منهم. أحسنتي صراحة، لأن هذا كم هائل صراحة أنه يوقع على عاتقك المسؤولية. أيوة الكبيرة الله. جدا. طيب وين أكثر شيء تقومين يعني الأشياء اللي تسويها والأعمال وين تعرضيها على موقع التواصل الاجتماعي أو في مهرجانات أو في محلات أو إلى آخره؟ أنا حاليا أعرضهم بالسوشيال ميديا على مواقع التواصل. نعم. اللي هي خاصة بي، بس أنا ما أعلن عن هالموضوع بس راح أعلن عنه هنا. حلو، يعني إحنا أول ناس راح نسمع. أول شيء راح تسمعوه إن شاء الله بعد شهر الافتتاح مال معرضي يكون بالكرادة إن شاء الله مع أنتيكا للمطابخ. ألف مبروك حبيبي، إن شاء الله يا رب فتحات خير ومنها للأعلى إن شاء الله يا رب. أكيد. طيب شلون ساعدتك مواقع التواصل الاجتماعي بتظهرين الأعمال اللي تقومين بها وشون لقيتي التفاعل؟ ساعدتني كل شيء هواية. أول شيء بالبحث عن نماذج وأفكار وشغلات ما موجودة عندنا ببلدنا. نعم. وساعدتني كناس هم اللي يدعموني واللي من خلالهم طورت نفسي، وهمين كنت أتواصل ويا أجانب حتى يعلموني في الطرق. جميل جدا. وهيك إمكانيات، وهسه هم كلش فخورين بي. يا عمري ما شاء الله. طيب بعض الأشخاص يتخذون من مواهبهم رزق لهم، أنت اتخذتي من موهبتك رزق، ليش لو كانت فقط موهبة؟ بالبداية كانت فقط موهبة، بس آخر سنتين قمت أبيع القطع، وصح أنه أغلب القطع حسة إيراداتها المادية دا أرجعها للشغل، لأنه حابة كلش أطور الشغل أكثر فيكون على مستوى العالم إن شاء الله. إن شاء الله. بس إيه يعني هسه حاليا هو بيربح مادي. طيب خلينا نروح على نقطة مهمة جدا، يعني من رأيي كثير من الأشخاص يقولون إنه إحنا ما عندنا عمل، عاطلين عن العمل، مدى نلقى فرصة للعمل، ماكو تعيين، لكن ده أشوف بعض الأشخاص يتجهون إلى اتجاه صحيح جدا ومتقن جدا إنه يعتمدون على مواهبهم وتسليط الضوء على الأشياء اللي يحبوها كثير. شو الرسالة اللي توجهيها للأشخاص اللي يقولون إنه ماكو عمل أو إحنا ما عندنا عمل أو هواية، شلون توجهي لهم رسالة؟ صراحة أنا حتى من خلال مواقع التواصل كنت أحكي بهذا الموضوع لأنه كلش مهم. ما يصير ننتظر التعيين أو ننتظر الشغل يجينا لحد بابنا، نقدر نطور مهاراتنا ونقدر نكتشف مواهبنا اللي نقدر نطورها هنا بالعراق. صح شوية صعب الموضوع بداية. أحسنتي. صعبة، بس كلش سهل أنه أنت تبلش وتقدر بعد سنة سنتين تقدر تفتح مشاريعك الخاصة، تقدر تفتح شركتك الخاصة، لأنه العمل اليدوي يتطور بمرور السنين، بمرور الأشهر يتطور ويكون إيرادات المادية أعلى حتى من الراتب ممكن فعلاً. تكون بالضبط، لأن نشوفوا إحنا بعض الأشخاص العدة طموح ما يكتفي فقط في التعيين. صراحة هو راح يفشل بالبداية هاي أكيد. أحسنتي. بس لازم الاستمرار والصبر بداية النجاح. لازم أي مشروع يفتحه لازم بيه صبر واستمرار، لأنه مستحيل ينجح بدون هاي الشغلتين. فعلا أحسنتي. طيب خلينا نشوف أنه هذه الموهبة تحسين أكو إقبال عليها كثير جدا، تشوفين الناس بدأت تحب هذه الأشياء اللي أنت تقدميها، شكون التحديد الأسعار المين يكون عندك الرينج؟ من يبدأ إلى أين؟ صراحة بالبداية واجهت صعوبة بهذا الموضوع لأنه الناس كانت ما تعرف المادة ولا تعرف أسعارها. نعم. لأنه عبالهم بالبداية زجاج وأسعارها غالية، لأنه هي المادة غالية وشغلها مهلك جدا وصعب جدا، فتتراوح يعني حسب من 100 دولار إلى أكثر حسب القطع، لأنه كل قطعة أغلى قطعة عندك شو قد سعرها؟ أكثر يعني أكثر من 3000 دولار. لا حلو. أكثر يعني حسب هو الزبون وحسب إمكانيته التفاصيل اللي يطلبها، لأنه مثلا هسه أنا إذا أريد أسوي لهذا الشخص طاولة وأسوي لهذا الشخص طاولة، هذا راح يطلب مواصفات تختلف عن هذا.
صح نفس المواد نفس الخشب بس راح يطلب مواصفات تختلف عن هاي، فتكون القطعة احتمال هاي أغلى من هاي. فدائما أنا ما أنزل أسعار صراحة، لازم أشوف الزبون شنو اللي يطلبه. أكيد طبعا، لأن إذا قلتي $3,000 راح يقومون يغنون. أي بالضبط. أي وأغلبية عبالهم زجاج. أي لكن هو أي مادة شنو اسمها؟ الإيبوكسي. الإيبوكس. أي نعم. وهذه أجود أنواع، قريبة من الأكريليك؟ لا لا لا، بعيدة. هي من الراتنجات اللي تكون صلبة جدا، ضد الحرارة، ضد الرطوبة، ضد الماء، هواية بها مميزات، تقدرين تشكليها لهواية أشكال، بس هي عيبها الوحيد أنه هي مادة كيميائية خطرة. ما أنصح أبداً الأطفال يجربوها. أحب أوصل رسالة من خلالكم، لأن هواية جاي يراسلوني على مود أنه تريد بتها تصير أو ابنها أو طفل صغير. صراحة أبداً ما أنصح. أكيد طبعاً، إحنا الأشياء الخطرة نريد نشوف اهتمام الأهل بهذه الأمور، مو أي شيء لازم نخلي الطفل يتعلم. صح مواد خطرة جداً تؤذي الأطفال بصورة كبيرة جداً، يمكن الكبير يستحملها لكن الصغير ما يستحمل هذه الأمور. طيب مثل ما شفنا أنه إحنا حب الديكور نابع من داخلك، وين تشوفين نفسك بعد 5 سنين أو شنو أمنيتك القادمة؟ صراحة أنا كانت أمنيتي أنه أفتح موقع بغداد إن شاء الله بعد شهر إن شاء الله. بس أمنيتي الأكثر أنه أفتح شركة باسمي، تكون شركة صنع عراقي، إنتاج عراقي ينافس الله. الدول الأوروبية. أحسنتي. صراحة أنا كثير أنه أقول هذه الأمور، أنه إحنا محتاجين أنه نبطل استيراد من الدول المجاورة، لأن نحتاج شبابنا عندهم الدعم والقابلية لكل الفئات الصراحة. طيب شلون قدرتي تحافظين على انه مبيعاتك وتحافظين على التطور اللي انت بيه؟ هم وصلتي انه فجأة قلتي او ما يجيش مثلا انه طلب وقلتي خلاص اني بعد وقفت في الحد ذاتي بعد خلاص ما اكمل، شلون كان قبولك تجاه هذا الامر؟ اني مو لانه ما يجيني طلب، بس مرات هواية اقول خلاص راح ابطل يعني الموضوع، لانه تتلف عندي قطعة، نفسيتي تتدمر لأنه القطع كلش غالية وكلش تاخذ مني جهد، فمن أشوفها تتلف على مسبب بسيط. بس هو هذا الشيء علمنا، أكيد يعلمني هواية هواية مرات يعني ردت أبطل الشغل. بس المتابعين صراحة هم المتابعين اللي ما يخلوني أبطل الشغل. يا الله يحفظهم إن شاء الله. أكيد نشوف الدعم الحقيقي من هذه الناس الطيبة الخيرة اللي توجه مساعدة وكلمة طيبة وتحفز الآخر. أنا دائما أقول الكلمة الطيبة صدقة. أيوة. يعني أنت من تحفز شخص وتعطيه كلمة إيجابية هذا بميزان حسناتك. أيوة. فبالتالي أنه تخلي الإنسان يشجع ويعمل أشياء أكثر من طاقته ومبدعة أكثر. طيب غفران، خلينا نشوف مثلا إذا عندك قطعة أنه شخص يطلب منك، كثير شفنا هذه الحالات، يطلب طلب بأوردر رقم كبير وبعدين ما يجاوب، كانت وياك هيك حالة؟ مريت بهيك حالات، فبعد ما مريت بهاي الحالات وتعبت نفسيتي قررت انه يكون دفع مسبق نص السعر. احسنتي. حتى اضمن حقي واضمن حقه هو همين. احسنتي. طيب شلون تعاملتي ويا هذا الشخص لما طلب اوردر بسعر كبير وبعد ما رد على الطلب؟ لناس يحبونك وبعض النفوس الضعيفه جدا يحاولون يؤذون الاشخاص بهذه الطرق، ومو فقط انت، كثير من الاشخاص اللي عندهم عمل على الانترنت ومواقع تجاريه على الانترنت يحاولون يؤذون بهذه الطريقه. فشلون تعاملتوا ويا هذه الطريقة؟ الحلو بالموضوع انه القطع مالتنا كلش مميزة. الطلب اللي مثلا اشتغلته له وما انباع بس عرضته، المتابعين اشتروا لانه انقهروا صراحة علي لانه تعبت بيه، فقبل اشتروا يعني ما طول. انا احس بالفرحة لما هيك يصير شيء مميز جدا، انه انت طلب كملتي وما خلص وشخص ياخذه ويشتري. صح. ودائما القطع صراحه تروح للي يستاهلوها، للي يقدروها، اللي يهتمون بها. يعني مثلا اكو قطع يقولون راح نتوارثها لاحفادنا، فكلش حلو هذا الموضوع. جميل جدا. اكيد انت اذا تتعبين بكل ماده وتنطين اكثر من طاقتك، وحتى انه لاحظتي بعض الاحيان عجبتك قطعه وما حبيتي تبيعيها، صارت وياك صح؟ كلش هوايه. حسيت اني كاني انا بدي اشتغل. اي كلش هوايه تصير بي، هوايه قطع يعني اغلب بها اصلا كلش انغرم بيها، بس يعني احس اطفالي او هيك شيء دا ابيعهم كلش حلوه. مرات شخص دا يرسم له رسمه او هيك شخبط مجرد شيء بلا هدف وبلا ما، يعني اذا اريد واحد ياخذها لا انا طيت جهد، كيف اذا انت تنطين جهد ووقت؟ صحيح صحيح والله.
أنا كلش أتعلق بقطعي وأهتم بها بأدق التفاصيل، فمثل ما قلتي مثل اللي يرسم له رسمة ويتعلق بها، كلش أتعلق بالقطع. شكرا لودوش برنامج مورنينج لايف، شكرا لأن أنت مبدعة وجميلة جدا، كلش أشكرك على اللقاء الجميل، التوفيق بحياتك وإن شاء الله نزورك إن شاء الله بالمحل نسوي نفس الديكور إن شاء الله، وتحضرين أنت بالافتتاحية إن شاء الله، الله. أكيد شاء أكيد الله. على راسي يا قلبي، كل الهلا نورتي حبيبي، شكرا لك قلبي، كل الهلا. ومن بعد بناتنا المبدعات والمؤثرات في مواقع التواصل الاجتماعي واعتماد المواهب الأصيلة على هذه المنبت، أنت لا تقول ماكو شغل وعمل، سوي لك شيء تحبه وأنت رب العالمين منطك إياه حتى تقدر تكون وتمشي حياتك مثل ما تريد. أكيد خلينا نستقبل من الفقرات المهمة والجميلة على قلبنا كلنا، ويا طيبة عامر أهم الأحداث للسوشيال ميديا، واليوم متحمسة أريد أسمع خبر آني، فخلينا نقول مساء الخير والعافية والنور. يا شلونك؟ الجمال جمال عيونك، شوف الالوان اللي قريبه من القلب، يعني كلش احب هاي الالوان والله. انا هم احبها، انا شويه دا اغير شلت كله البس اسود صح، هذا منور اليوم، اليوم الاورنج. مساء الخير والعافيه على مشاهدينا ومتابعين قناه السومريه، مثل ما عودناكم اكيد نحكي بالاحداث والابراج اليوميه. نبدا احداثنا لهذا اليوم، حدثنا يقول إصابة معلم بجروح بليغة أثناء تعرضه بالاعتداء بالآلات الحادة في محافظة بابل. مثل ما نشوف إحنا بين فترة وفترة نشوف الاعتداء على الكوادر التدريسية، يعني ده تكثر خاصة بالعراق، وهذا التصرف جدا خاطئ. مثل ما شفتي بالصورة العفو انه اعتدوا مجموعة من الطلاب، اعتدوا على المدرس بلسم، شنو تعليقك على هذا صراحة الحدث؟ صراحة اني شفت كثير من الاشخاص وهذول المراهقين اللي ما يمثلون الصراحة لهذا المعلم والمدرس هو الاساس، يعني يقول لك النبي محمد صلى الله عليه وسلم صنف ان المعلم هو بمثابة انه الرب، يعني هذا اللي يعلمك ويتعب عليك واللي قدم لك كل ما مهما كان إلى احترامه وإلى واجهته. سنستنكر هذه التصرفات الغير لائقة والمريضة نفسيا الصراحة. صح لسانك بلسم. ننتقل إلى الحدث الثاني، تعرض الفنان العراقي غسان إسماعيل لحادث سير، وحاليا يرقدون هو وزوجته في المستشفى، لان زوجته حالتها جدا خطيره وبالجمله العصبيه. طبعا من خلال برنامجنا نتمنى له الصحه والسلامه له وزوجته، ونقول له ان شاء الله الشفاء العاجل للفنان غسان اسماعيل. ننتقل الى الحدث اللي بعده، صرحت الفنانه المصريه سوسن بدر، هنا طبعا التصريح مالتها انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتقول انه ماكو رجل او ست ما مر بتجربه الخيانه، حتى شاكيرا انخانت. طبعا هذا يعني انا من وجهه نظري انه انا ضد هذه التصريحه بلسم، يعني هنا الفنانه المصريه جمعت الكل، يعني اكو بيهم انه تقبلوا فكره الخيانه، واكو بيهم ما تقبلوا، بعض اخر انه من خانوا، اكو بيهم لا انخانوا. هنا انه مو انه ذا شاكيرا انخانت، لانه يعني انه اني لازم اقبل برأيك رجل ما يخون، هي الخيانه موجوده واكيد، يعني هي خيانه موجوده واكيد، بس احنا مو لان شاكيرا، هي تقول حتى شاكيرا انخانت ما اقبلها عن نفسي. انت تقبليها بلسم؟ لا اكيد ما اقبلها، بس نشوف عدد كبير جدا. هنا انه تقول هي الخيانه موجوده، يعني من وجهه نظري انا ضد هذا التصريح، يعني مو انه ذا شاكيرا انخانت معناها انه الكل ينخان، اكو بيهم عالم ما يتقبلون، هي اصلا بصوره عامه الخيانه ما مقبوله، صعبه الشخص يتقبلها. ننتقل الى الحدث اللي بعده، اثارت الفنانه المصريه هاله فاخر حاله من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثها اثناء لقاء تلفزيوني. هنا حكت الفنانه هاله فاخر عن خلع الحجاب، تقول انه اني كنت محجبه سابقا، لكن اثناء ما كنت محجبه قل الشغل، واني كفنانه اريد اشتغل، فلبست الباروكة بدلا عن الحجاب، لكن هذا الشيء مو صحيح،
فاضطرت انه تخلع الحجاب. هذا الحدث لاقت تفاعل جدا واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه في مصر، وحصلت كومنتات تقول انه هذا العذر ما مقبول. يعني كثير من الفنانات اكو بيهم محجبات، واحنا نرجع للقناعه انه ما يصير نخطي اي خطوه اذا ما نكون واصلين لدرجه من القناعه. فعلا. ننتقل الى الحدث اللي بعده. طبعا هنا احداثنا سلسله الاحداث بس على مصر، يعني شاهدت مصر كوارث كلش كبيره. طفل يلقي شقيقة الرضيع من الطابق الثامن بمصر. طبعا هنا مصر شافت واقعة مأساوية، أو مرت بواقعة العفو مأساوية، عند رمي طفل أخوه بالغ من العمر 13 سنة بلسم. رمى أخوه من الطابق الثامن اللي هو عمره سنتين. احنا دائما يعني متعمد من خلال هو يعني يقولون انه يعاني من مرض الصرع والحركه المفرطه. احنا دائما نوجه يعني او ننبه الاهالي من خلال برنامجنا انه نقول لازم ننتبه على الاطفال، حتى لو يعني قاعد ويا اخوانه. وها شنو رايك بلسم؟ احنا دائما انه نقول لازم تنتبهون على الاطفال. أكيد. بالبيت، برا البيت، باي مكان. اكيد الرقابه مهمه جدا، انه مو فقط انه اكو بعض الاحيان الام تلتهي، لا بالعكس، انه انت عرفي كل شيء بايدك. اهم شيء رقابه الاطفال، لان هيك كارثه صارت لا سمح الله احتمال ويا اشخاص عده تصير أخرى. صحيح. فانت فعلاً. لو كانت انه هي خاله كل اماكن الامان كان ما صار هذا الحادث، لكن صار بعد قضاء وقدر، يعني الله يصبرهم ان شاء الله. ننتقل الى الحدث اللي بعده. هنا أهم جريمة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاقت تفاعل جدا واسع، بعد ما الزوجة رمت زوجها من الطابق الخامس لأن درت أنه راح يتزوج المرة الثانية. هنا هو المصري على طال الوفاء. الشاب مصري وصيدلاني أيضا. هنا زوجته رمتها من الطابق الخامس لأن يريد يتزوج مرة ثانية. يعني احنا دائما نحكي على ردات الفعل السريعة. احنا نقول انه مهما كان الخبر حزين او يعني يؤذينا، ما لازم نتصرف هذه التصرف جدا خاطئ، ولازم تكون ردة فعلنا نفكر بيها وتكون هادئة. شلون شمرته؟ والله يعني مساعدة شقيقها، يعني هنا أذت عوائل وأذت نفسها من وراء ردة فعلها كانت كلش قاسية. فلازم ننتبه ونفكر قبل لنسوي أي شيء. ننتقل إلى الحدث اللي بعده. هنا طبعا تيك توكر مصري بسبب فيديوهاته الخادشة ألقوا القبض عليه من قبل الرقابة المصرية. ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على التيك توكر إبراهيم لأنه توجهت ضده عدة دعاوي، لأنه ينشر محتوى يقل الحياة، يعني ما يحترم المتابعين. فهنا عدة محامين وكلوا ضده عدة قضايا العفو، اتهامات، وحاليا هو بالسجن. احنا هنا نحكي على الرقابة. أنا فرحانة بهذا الصراحة الخبر، لأن نحتاج احنا رقابة جدا هواية على هيك أشخاص. احنا نشوف بعض الأشخاص عندنا على مواقع التواصل الاجتماعي محتواهم كلش رديء، محتواهم رديء جدا إلى أبعد الحدود، ونحتاج رقابة هيك الصراحة. إن شاء الله تكون ويحتاج منعهم منعا باتا من النشر أصلا، ان شاء الله. ما يمثلون اي صله واي بلد واي معنى للرقي والاحترام والعادات والتقاليد. صحيح. تخلص احداثنا لهذا اليوم، ننتقل الى فقره الابراج اليوميه. نبدي ببرج الحمل. خلي نشوف برج الحمل اليوم شو يقول. برج الحمل مطلوب من عندك انه تخفف الاحتكاكات المهنيه، لانه هو برج الحمل شويه عصبي، فلازم يقلل من الاحتكاكات المهنيه ويركز على الامور اللي تفيد مستقبله، وراح تجي عده مشاريع تخص الاستثمار. طبعا كل التوفيق لبرج الحمل. خلينا نشوف شنو ضامله من ناحيه العاطفه.
عاطفيا يقول لا تنتظر من الشريك انه المبادره حتى يجي يصالحك لانه برج الحمل دائما هو يزعل الشريك، فلا تنتظر مبادره المصالحه، روح انت صالحه يا برج الحمل. ننتقل الى برج الثور. مهنيا خلينا نشوف برج الثور بالله شو يقول اليوم. برج الثور مطلوب من عندك انه تعمل بعيد عن لفت الانظار، لان لفت الانظار من يعني من الجهه المهنيه مو من صالحك، ومشاكل صغيره بالعمل ممكن انه تخليك جدا عصبي، فحاول انه تكون ريلاكس وتبتعد عن المشاحنات. أيوة. واهم شيء لا تعمل ولا تخلي لا تلفت الانظار. العفو. عاطفيا ما الفت عليك أن تكون أكثر ثقة بالشريك، وأكو بعض من يريد يعكر علاقتك بالشريك. ماكو شريك. انتبهوا انتبهوا من دول المتطفلين المرتبطين. ننتقل إلى برج الجوزاء. خلينا نشوف برج الجوزاء اليوم شنو يقول للحظ. برج الجوزاء راح يزيد رصيده بالنجاح المهني، طبعا كل التوفيق إله. لازم واكو ملاحظة جدا مهمة لبرج الجوزاء، لازم تتعلم من الأخطاء اللي سويتها بالماضي حتى تتعلم بالمستقبل، وحتى ما توقع أو تخطأ بالأخطاء اللي صارت وياك هذا الأسبوع. عاطفيا لازم تتجاوز الخلافات اللي بينك وبين الشريك حتى تصفون على بر، لانه احنا بالفتره الاخيره برج الجوزاء اكو مفد مشاحنه بينه وبين الشريك، فحاول انه تعديها. ننتقل الى برج السرطان. برج السرطان يقول طبعا الحظ هذا الاسبوع ويا برج السرطان. بالعافيه عليك برج السرطان. بالعافيه عليك. برج السرطان اصبحت الامور اكثر مرونه، وهاي نقطة أو مكسب إلك تفيدك بالمستقبل، وهذه النقاط لمصلحتك. عاطفياً هنا أنا برج السرطان معجب برقة الشريك، لكن لازم تأخذ الحذر لأنه هذا الرقة مو مستمرة. ننتقل إلى برج الأسد. برج الأسد يقول لازم تلقى الحلول لهذه المشاكل اللي راح تصير وياكل هذا اليوم. ان شاء الله ماكو مشاكل يا برج الاسد، حاول انه تعديها. عاطفيا راح تبدي رحله جديده او علاقه جديده راح تخليك فرحان ان شاء الله يا برج الاسد. بالعافيه عليك ومبروك مقدما. يا بلا ما صارت اللي يجي عليك برج الاسد قناه السومريه. ننتقل الى برج العذراء. خلينا نشوف برج العذراء اليوم شنو مخبي له الحظ. تفرح بالشعبيه، طبعا برج العذراء له شعبيه كلش كبيره، ودائما يلقى الدعم من الاصدقاء والاهل، وهذا الشيء من جانبك لازم تستغل هذا الدعم يا برج العذراء. عاطفيا راح تلتقي بالشخص اللي راح يخليك مرتاح، وراح تبتعد عن المشاكل العاطفيه اللي صارت وياك بالماضي. يا رب ان شاء الله برج العذراء دائما مرتاح، وكل الابراج ان شاء الله كلها مرتاحه نتمنى لهم. ننتقل الى برج الميزان. برج الميزان يقول انظر الى الشؤون المهنيه بالطريقه الايجابيه، لان الطريقه السلبيه يا برج الميزان ما راح تفيدك وما راح تنجح. لازم تتفائل وتشوف الامور بطريقه ايجابيه اكثر، وحاول ان تتعلم شلون تحول الخساره الى نجاح. عاطفيا راح توافق على قرار جدا مهم يخص حياتك العاطفيه، لازم تتخذ هذا القرار وتفكر قبل تتخذه، لان هذا القرار راح يغير مجرى حياتك. ننتقل الى برج العقرب. خلينا نشوف برج العقرب اليوم شنو يقول. هذا اليوم راح تحدث لك بعض الاحداث الجميله، وراح يجعلك هذا اليوم مميز اكثر من باقي الايام اللي مرت. عاطفيا لا تستغل ضعف الشريك، لانه هو طيب القلب، احنا نقول قلبه كلش طيب ويريد وكل نيته انه يوصل لك، فلا يعني لا تستغل هذا الشيء. ننتقل الى برج القوس. مهنيا تواجه
برج القوس يواجه الكثير من المعترضين من ناحية العمل، لأن أفكاره دائما تبهر مديره وزملائه بالعمل، لكن لا تخلي المعترضين يوقفون بطريقك وتحلى بالصبر، أهم شيء تتحلى بالصبر. عاطفيا ابتعد عن فرض قراراتك، هنا برج القوس دائما يحب انه يفرض قراراته بقوه، لكن هنا هذا الشيء مو من صالحك، وللشريك ايضا له دور بهذه القرارات اللي تخص حياتك العاطفيه. ننتقل الى برج الجدي، خلينا نشوف برج الجدي اليوم شو يقول. يتراجع برج الجدي العفو، يتراجع وضعه المهني بخصوص مشاكل صارت وياه بالعمل. لا تضيع الفرصة اللي راح تجيك، حتى لو احنا كنا نمر بمشاكل، لكن برج الجدي لا تخلي هذه المشاكل توقف بطريقك، راح تجيك فرصة أجمل، حاول أن تستغلها. عاطفيا طموحك العاطفي جدا كبير، هنا برج الجدي طموحه العاطفي جدا كبير، ودائما يبحث عن الفرصة المناسبة أو الشريك المناسب اللي يخليه مرتاح. عاشت ايدك يا برج الجدي. نانا برج الجدي يحب انه دائما الكادر كله صاف، ما ادري منهم منو برج الجدي صاف مين. ننتقل الى برج الدلو. برج الدلو مهنيا يقول له لازم تكون اكثر وعي بالمهني، يعني بالعمل لازم تكون اكثر ايجابيا، ولازم تكون واعي، لان تعاطيك مع الزملاء اكثر من اللازم راح يوقعك بمطب، وهم دا يراقبون خطواتك بالعمل. عاطفيا الاستقرار بعلاقتك انت والشريك جيده، ولازم تتعرف عليه اكثر حتى ترتاحون بالمستقبل اكثر. برج الحوت، خلينا نشوف برج الحوت شنو يقول هذا اليوم. تتوسع الافاق والآمال الكبيرة، وعنده طموح برج الحوت اليوم عنده طموح كلش كبير. طبعا نتمنى له التوفيق لبرج الحوت، وهذا اليوم ضام له مفاجآت جدا جميلة. عاطفيا تعيش حياة عاطفية مليئة بالمغامرات العابرة، طبعا هنا برج الحوت يعيش مغامرات عابرة، ودي يفكر انه يعيش قصة حب جدية. هنا برج الحوت يريد يدخل علاقة جدية، إن شاء الله تلقى العلاقة الجدية. هنا تخلص فقرة الأبراج لهذا اليوم، أتمنى أن استمتعتوا بأحداثنا اللي احتلت مواقع التواصل الاجتماعي وبأبراجنا اليومية. أتمنى لكم نهاية أسبوع سعيد إن شاء الله، أتمنى لك نهاية أسبوع سعيد بلسم حبيبتي. إن شاء الله نلتقي الأحد إن شاء الله. إن شاء الله. مع السلامة. طيبة. شكرا على هذه الأحداث الجميلة، وخلينا مع السلامة. مع السلامة، وخلينا من طيبة عامر وأحداث السوشيال ميديا المشوقة اللي جبناها كل يوم، خلينا نروح ويا الشاعر غسان عادل ونقول له يا هلا، نورت برنامج مورنينج لايف. اليوم ما شاء الله احنا عندنا موسيقيين وفنانين وشعراء، صراحة برنامج مورنينج لايف دائما متعودين على هذه الأجواء. مرحبا. يا هلا ومية هلا. الله يحفظك. نورت برنامج مورنينج لايف. كل عام وانتم كادر سومرية بألف خير. شكرا لك. شكرا لك، نورت الصراحه. تسلمين، نورت. طيب. الله يحفظك. غسان انت وش بس خلي اشوف احنا بعد. طيب غسان انت شاعر، احكي لنا عن بداياتك الفعليه، ايش وقت كانت؟ والله هي البدايات، يعني بدايات اي شاعر اللي يداومها واللي يدخل بها الحماس والزهو والغزاره بالكتابه، يعني أنا من الرابع ابتدائي تقريباً أقرأ لشعراء، خصوصاً برفعة العلم، يعني أقرأ لشعراء ما كنت أعرفهم يعني، وطور هذا الشيء وطورت هذه الموهبة، خصوصاً أنه أنا سارق محترف للكتب والصحف، يمكن هذا الشيء ساعد تنمية الموهبة الشعرية، واستمرت على هذا ولهذا اليوم يعني. غسان وين تلقى نفسك اليوم؟ على منصة شعرية أو في المنتديات؟ بالبرامج الشعرية تلقى نفسك لو تلقى نفسك بالمنتديات؟ يعني هنا وهنا. نعم. يعني كل واحد إلى ميزته الخاصة به.
المنتدى إلى مقاومات نجاح والبرنامج الشعري إلى مقاومات نجاح. بالتأكيد وجود الذائقة ووجود الجمهور يحفز الشاعر على الكتابة، يحفز الشاعر على الإبداع. فأنا مع وجود المنتديات ومع نشاط المنتديات اللي تدعو للشعر الشعبي الحقيقي اللي ما موجود بالوقت الحالي، وكل الشعر الحقيقي الآن خلف الكواليس ما موجود لا بالبرامج الشعرية ولا بالمنتديات. وتشوفين الرثاثة اللي منتشرة بالسوشيال ميديا أو حتى بالمنتديات أو حتى بالأماس والمهرجانات اللي تقام للشعر الشعبي بكل محافظات العراق. طيب خلينا نسمع شيء من عندك. هلا يلا ماكو مشكلة. حين تعسر موال الثورة نبأني مظفر النواب بأن لافتات الخبز مدانة تحيا ومدانة تموت، ويعيش بغايا سوهو وحثالات الرمد الجنسي بلعل وليت، ولكن هيهات حتى وإن ألقوا بأنفسهم في جسد الماء والصلوات. أنا بنادم عراق الدم، أنا بنادم عراق الدم، أعيش أقرب سم الخوف وموت أقرب سم الطوف، وقبل ما تذبل الورق بسجل الموت أبدل اللون يعوفوني يعرفوني. بديت أحلم وبديت أحلم، شفت شمسين وبلونين، شفت مشراقهن كذاب مو للناس، وشفت لو غربا ينباق لون الناس، وبعدنا قرب سما الخوفة، شفت جثة ضبارت ماي محترقة خواصرها، وشفت نهران مشتوفة قناطرها، وشفت ظل اللي يدور اسمه ولقاحنا بدفاترها، أثاريها أثاريها اللي يدر دمها وتدور ثار حناجرها مقابر، وبعدنا قرب سما الخوفة جسد هذا الوطن شطي، لقيت بشارته بظني ولقيت بشارته بحزني، ولك يا وطن يا بالموت يل عشناك بس طوفان يل عشناك بس غرقان، يل ما تمل من جفوف اللي يهتفون اللي يودعون اللي يغنون، المن ضام عيونك مكان المن، وعرفك من تموتنا نموت الوان، يل عشناك يل عشناك بس طوفان، وبعدنا قرب بعدنا قرب سما الخوفه، وشفت الناس شفت الناس لقيت الضامين الخوف بجيوب الاطفال متاع، وشفت الناس تختار الغبار شراع، ولقيت شقد ضحك مقروط، ولقيت العايش ومفقود، ولقيت اللي يلتقون وداع، لقيت كم مشاح اسود يوازينا قبل حيطان غربتنا قبل ما نبر ذمتنا يوازينا، واللي تانوك متعوبين لقيت ترابهم منك درد اخضر عليك الدم. سلام صح لسانك. الله يحفظك ويسلمك. ما شاء الله ما شاء الله. بس خلينا نكون صريحين، انت نعم. شاعر قديم جدا، وبالاضافه انه شنو سبب ظهورك القليل وشون قدرت يعني انه تختفي هذه الفتره وترجع، وشنو السبب اللي اختفائك؟ والله انا ضد هاي انه الشاعر ينقطع او الشاعر يبتعد. نعم. أنا متواصل بالكتابة حالي حال كثير من الشعراء اللي ينتمون لمدرسة مظفر. ما عندك ظهور جيد على الساحة. بالضبط. اللي ينتمون لمدرسة مظفر وعلي الشباني وعزيز وشاكر وكاظم غيلة، هاي الأسماء الكبيرة وعريان وكاظم إسماعيل القاطع. اليوم السطوة والبوصلة موجهة لشعر الشارع، وأنا ما أسمح لنفسي إنه أكون شاعر مؤقت. أنا نصي يحتوي على مادة حافظة للشعر، ما أسمح لنفسي أنه أكون يعني أنا أسميهم شعراء المنديل، يعني شعراء قصيدة استعمال واحد وتنتهي وتروح وتنسي. يمكن هذا الشيء ساعد بعدم ظهوري على الشاشة، خصوصا أنه أنا ما ظهر ببرنامج شعري، وهواي للأسماء اللي ما ظهرت ببرامج شعرية وكان المفروض تظهر ببرامج شعرية، ولا أسماء كثيرة جدا. يعني أعتقد هو هذا السبب، أنه ماكو توجيه حقيقي لبرنامج شعري أو لمنصة إعلامية أو حتى لأمسية تعنى بالشعر الحقيقي ما موجودة، وإذا وجدت فتدخل بها المحسوبيات وإلى آخره. فهذا سبب ابتعادي يعني عن الإعلام وعن الشعر. طيب
طيب غسان، من وجهة نظرك منو من حاليا من الجيل الذهبي للشعر الشعبي؟ والله انا ضد هذه المفردة، المفاضلة والمعيار بالنص. ماكو جيل ذهبي، ما هي وجود هذا وجود التفاوت عزلي بين الشعراء. اكو كثير من النصوص الجميلة اللي راح تعيش بعد حتى 40 و50 سنة لشعراء جميلين جدا شباب. يعني اذكر من عندهم الشاعر الرائع ابن ميسان مصطفى الخزاعي، والبصرة اسعد علي المالكي وجسام الشمري، واسماء كثيره جميله جدا. هذه النصوص اعتقد انه راح تعيش لي فتره كثيره جدا جدا. فعلا حاليا من نسمع شعر ملهم ويكون قوي جدا الى وقت محدد وينتهي. المشكله وين؟ المشكله انه سلطه التكنولوجيا وسلطه السوشيال ميديا ما استخدمناها بالشكل الصحيح. طيب السوشيال ميديا اضافت للشعر الشعبي لو اخذت منه؟ والله لا، اخذت من عنده الكثير. والظاهر انه مشكله سطوه السوشيال ميديا على الابداع بالعموم هي مشكله عالميه، مو فقط مشكله عربيه او عراقيه. السوشيال ميديا استهلك الشعر الشعبي، استهلك موضوعات الشعر الشعبي، ما اضاف شيء للشعر الشعبي وكل البرامج الشعريه. وانا على اطلاع لانه اغلبهم اصدقائنا، هناك استهزاء واضح بالشعر الحقيقي برمزيه الشعر الشعبي، وهذا وضح من احد مقدمي البرامج الشعريه المعروفين. ولو كانت هناك جمعيه حقيقيه للشعراء الشعبيين كان المفروض يحاسب هذا الشاعر. كثير من البرامج الشعريه الداعيه لتسطيح ثقافة المجتمع العراقي وذائقة المجتمع العراقي بهكذا شعراء وهكذا نصوص. طيب خلينا نسمع منك شيء جميل آخر. تسلمين، إن شاء الله أنت جمال وأنت. شكرا، تسلم. لباب الصبح الذي تفتحه أمي، لشعب الترجي الذي يبدأ يومه بي على باب الله وينتهي باحتمالين، للافتات، للأرصفة التي ينبت عليها البشر، لحديث السياسة في الباص الذي يقلني من السعدون إلى الكرادة، للوطن المركون كدمية، لتوابيت الثوار الملفوفة بالماء احتكمت، أتممت عليها الصمت والشعر والنوافذ المحتجة بحبل الغسيل، أعطتني دهشة التلويح وحرية النهر وحكمة الرقص في الربيع، انتظرتها كظل تدلى من قصيدة، ظلا يصغي لأناشيد الأطفال في الشارع الذي صار معطفا لفتاة، هلا يا رمانة هلا يما، نزعت عمري وأهديتني للأناشيد كهارب من كفن إلى مزارع قطن، غنيت معهم ملأوا دفاتري بالمطر ورجعت لظلي ولدا، قبلتها دون شاهد، رأيت الأطفال كانت شد ورد الأطفال شاهدي، كانت عصافير الحقل اللائدة من القتل شاهدي، كل البنادق وكل ساعات الصفر وخدر الضمائر في الشارع لقد كانوا شاهدي، يا سيدتي أنا مثقل بالأغصان والأجنحة وبالبريد، لنتسع للثورة، لنتسع للضوء، لنتسع لأغاني الثوار والتحرير شاهدي. صح لسانك، صح لسانك، ما شاء الله ما شاء الله. خلينا نعرف من عندك غسان، برأيك مهم الشاعر يروج القصائد على مواقع التواصل الاجتماعي والضيف له؟ بالتأكيد هو هذا الموضوع حق مشروع لأي عمل إبداعي، مو فقط بالشعر. المفارقة وين؟ المفارقة أنه هذا راح يساعد على تطور المجتمع اللي أنت عايش فيه. راح ينمي ويساعد على ذائقة الناس على التطور وعلى الفكر وعلى الجمال. هذا الترويج راح يبث الجمال، راح يبث الحياة أو لا، هنا هو المعيار. فمن حق أي إنسان أنه يرتقي بمجتمعه، يرتقي بأسرته، يرتقي بذائقته شخصيا. فالترويج مشروع جدا، مثل ما ذكرت بالبداية أنه إحنا كعراقيين أسأنا استخدام
التكنولوجيا وأسئلة استخدام السوشيال ميديا وخصوصا بموضوعة الشعر بالذات. طيب غسان، خلينا نعرف انه من وجهة نظرك حاليا نشوف شعراء كثير انه طبوا على صفحاتهم تلقى مشاهدات كثيرة مليونية والى اخره، برأيك مقياس نجاح الشعر بعدد مشاهداته؟ لا بالتأكيد، لا بالتأكيد، هذه معلومة مغلوطة جدا. نعم. واللي يروج لها اصحاب البرامج الشعرية، انت تسأليني بموضوع الشعر. نعم. بالتأكيد يعني معلومة مغلوطة جدا وحالة سلبية جدا. اليوم يعني ما اعرف المشكلة وين، يعني هواي من الناس التافهين عندهم مشاهدات كثيرة ويتصدرون السوشيال ميديا، وهذا يدخل للطفل ويدخل للعائلة، وهذه كارثة كبيرة انه نصدر ناس محتواهم سلبي، محتواهم يأثر على العائلة بالدرجة الأولى، يأثر على المجتمع بالدرجة الثانية، يأثر حتى على موضوعة القناة، ولكن السبب يكمن في الرقابة، غياب القانون وغياب الرقابة فعلاً ساعد هؤلاء على انتشارهم وعلى تواجدهم في كل منصة إعلامية. أحسنت. وكثير من البرامج الشعرية اليوم تستضيف الشعراء على أساس المشاهدات. خلينا نسمع شيء اخر جميل من عندك. جربتك هواي وشفت بس بالموادع شاطره، يل كنت صومن لك ضوى وانت على هندس فاطره، الهسه شفينا على خصرك غافيه، وانت خطواتك ثقيله ورفعت ايدك عافيه، وانا صفنك سر الخاطر بروح اخم ما تلقى باكر، ويا الهجر متوالفه اي ليش عزرائيل روحك، ليش من تمشين سكته مشيت التابوت مشيتش، يل خذيتيني على قدي الغبشه وجهك كنت جدي، وارجع فشلت يتيمه الكفه شايل بس حريمه مال تفرح صار. صح لسانك، صح لسانك غسان، نورتنا الصراحه. انت من الشعراء والله شكرا جزيلا لكم لهذه الاستضافه الجميله، ومره اخرى الف مبارك للشمعه الثامن عشر لقناة السومرية، وأتمنى لكم التوفيق الدائم إن شاء الله. شكراً لك أصلاً، أتمنىك إن شاء الله بأعلى المراتب وأنت من الشعراء المميزين اللي يحافظون على ذوق الشعر العام. تستمين الله يحفظك. شكراً لك، شكراً جزيلاً. شكراً لوجودك ببرنامج مورنينج لايف، نورت وكل الهلا. شكراً، شكراً أنت النور، الله يحفظك. شكراً جزيلاً. وختامها مسك مثل ما عرفنا ويا الشاعر غسان، وهيك أشياء شعر جميل جداً نشوفها في هذه الفترات جداً مستلذة للشاشة ولكل متلقي. شكرا لكم على متابعة حلقة برنامج مورنينج لايف، نلتقيكم إن شاء الله بداية أسبوع إن شاء الله يوم الأحد، نتمنى لكم نهاية وعطلة سعيدة إن شاء الله، دمتم في أمان الله، مع السلامة.